Thank you very much. معالي الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، أصحاب المعالي الوزراء، رؤساء الوفود، سعادة رئيس مؤتمر المندوبين المفوضين، المندوبون الموقرون، السيدات والسادة المشاركين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة رومانيا على حسن الضيافة والتنظيم وعلى ما وفروه من إمكانيات جعلت حضورنا إلى المؤتمر ميسرا ومريحا. كما أتقدم بالشكر الجزيل للاتحاد الدولي للاتصالات بقيادة معالي الأمين العام السيد هولن جاو والمسؤولين المنتخبين على هذه اللفتة الطيبة، والشكر موصول لجميع ممثلي الدول الأعضاء الذين تشرفت بالعمل معهم في الفترة السابقة، وكذلك لزملائي منسوبي الاتحاد. تعلمت الكثير من الاتحاد الدولي للاتصالات، وأضاف إلي العديد من المكتسبات والمهارات، وأدعو زملائي أعضاء الوفود من الشباب والشابات خاصة لاستثمار مشاركاتهم في الاتحاد الذي يجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين على مستوى العالم، لما لذلك من أثر إيجابي في صقل مهاراتهم وتقدمهم المعرفي والمهني. كما لا يفوتني أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان لحكومة بلادي المملكة العربية السعودية، ولمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، ولسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تمكينهم ودعمهم اللامحدود والذي نتلقاه أنا وزملائي للمساهمة الفاعلة في أعمال الاتحاد الدولي للاتصالات. وفي الختام أرجو الله تعالى أن تتكلل أعمال المؤتمر بالنجاح لما فيه الخير لشعوب العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.